یا خدا باغ اشرف سلامت رہے، یعنی فیضان اشرف سلامت رہے، یعنی فیضان اشرف سلامت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لك في النهار صبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا، ان لدينا انكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں.